على صفيح ساخن هي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشهد حالة من الغليان على وقع الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتصاعدة في المسجد الأقصى. هنا خرج الفلسطينيون في مسيرة غضب بمدينة خان يونس، نددوا خلالها بسياسات الاحتلال ومخططات التهويد. هو تأكيد على أن شعبنا نابض بحب القدس وجاهز ومتمسك بها، وسيدفع الثمن مهما غلا من أجل مدينة القدس. أي تجاوز للخطوط الحمر أو تغيير لقواعد الاشتباك التي فرضتها معركة سيف القدس لن يمر، أكدت الفصائل الفلسطينية التي حملت إسرائيل مسؤولية سياساتها العدائية في مدينة القدس. المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال تغيير قواعد الاشتباك وقواعد الزمان والمكان في المسجد الأقصى. إلى شعبنا الفلسطيني. وخلال المسيرة أشاد الفلسطينيون بحراك أهل الضفة في التصدي للاحتلال، مطالبين بتصعيد المقاومة ردا على العدوان الذي يطال كاملا الجغرافيا الفلسطينية. كما أكدنا في معركة سيف القدس ووحدة الساحات أنه لا يمكن الانفصال لا في الجغرافيا ولا في أشكال النضال، سنبقى رافعين هذا النضال، نعمل على الأرض في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية. هو الخيار الأجدى. ولم تخلو المسيرة من رسائل غضب إلى الأنظمة العربية المطبعة، والتي عدها هؤلاء شريكة في الجريمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق القدس والمسجد الأقصى. كل الخيارات ستبقى مفتوحة لردع الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمخططاته التهويدية، تؤكد الفصائل الفلسطينية التي تشدد على أنها لن تسمح بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس مهما كان الثمن. أكرم دلول، غزة، الميادين.